اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني واهدني وعافني وارزقني. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني واهدني وعافني وارزقني. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك.